السلام عليكم شباب، اليوم احلى انوار. قاعد عاقل قاعد عاقل اصوم عرس. هو اليوم صبغنا الصبغ، سوينا كلش من الشركه، جبنا خصله وشريد وحلاقه 3D. طبعا هو يقول شو، ماكو تعليقات ولا لايكات، حتى اكو شباب يقول لي هسه ليش ما منزلين من البدايه شلون التصوير، يقول لا انا وما حد يعلق لي. ايش عجب هاي الشباب، مثل ما تشوفون موس من جوا موس. خلنا شوي شوي صعدنا به الصفر، درجناه. هاي حلاقه، طبعا هاي خصله ثلجي احنا نسميها بيضه، سوينا هذا. طبعا هو بعدين يلا قال لك شو ما صورت، يلا هسه نصورك بالنهايه. كان عنده شغل وصار هو سنه وجي عرس اخوه. مو انا اللي عرس ترى اخوي، مو هو اللي عرس، يقول مو انا اللي عرس. يعني طبعا عنده معجبات، جاي دور بنت الحلال، دور بنت الحلال. راح اخلي رقمه، اخاف وحده تريد رقمه، وين موجود فتره سني وانا الطرف، بس تطيني ايش قد طبعا بين الطرف وين اخذ من عندكم. زين، امام الله سبحانه وتعالى، هم الله سبحانه وتعالى راح يعطينا حسنات بالحلال، يطب لي الجنه. اي فتسعى بيها، طبق راسين بالحلال، راسين دب اربدك، راسي براس والله. يلا وين انور، من يضحك شوي يخرب. يلا كافي كافي.